بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في المحاضرة دي أو المحاضرة دي واللي بعديها أو الفيديو ده والفيديو اللي بعده عن الكمبيوتر algorithms. عنوان المحاضرة هو Introduction to Computer Algorithms، وهو مدخل إن إزاي نفهم البرمجة بتمشي إزاي، إزاي أكتب برنامج في المستقبل. هنتعلم لغة وهنبدأ نكتب فعلا برامج بإيدينا، لكن هنا مدخل إزاي أفكر أكتب برنامج كمبيوتر. طبعا اول حاجه نعرف كلمه اصل كلمه algorithms، هي جايه من العالم المسلم اللي هو ابو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي. فده اصل كلمه algorithm، هو عالم رياضه. اول حاجه هنعرف ايه تعريف الالجوريثم، ايه المقصود بالالجوريثم. الالجوريثم هو finite sequence of step by step discrete unambiguous instructions for solving a particular problem. يبقى الالجوريثم ايه الهدف منه؟ solving problem، بروبلم محددة. طب عشان احل المشكلة دي هحلها ازاي؟ بمجموعة من الاوامر finite، مجموعة من الاوامر، اوامر محدودة. الاوامر دي في صورة sequence step by step، هنفذ امر وبعدين امر تاني وبعدين امر تالت. يبقى اول حاجة هي finite، هي مجموعة من اوامر محددة عشان تحل مشكلة محددة particular problem. discrete هنا و unambiguous ان الاوامر دي ما فيهاش لخبطة، بنختار اوامر بطريقة معينة. الاوامر اللي احنا مختارينها دي ما يبقاش تتحمل اتنين معنى، هي معنى واحد بس. طبعا يعني هي هاز انبوت داتا، اكيد الالجوريثم بتاعي ده هيبقى في داتا داخلاله، متوقع ان هو يطلع لي اوتبوت داتا ريزلت اللي هو حسبها. او each instruction can be carried out in a finite amount of ايه في time. كل instruction اللي هو الفاينايت سيكونس دي او الستيبس اللي بعملها ليها بتاخد وقت معين، finite amount of ايه of time in a deterministic way، بطريقة محددة انا عارف هي بتاخد وقت قد ايه. ده تعريف الايه الالجوريثم ببساطة. طيب ببساطة ايه هو الالجوريثم؟ هو مجموعة من الاوامر من instructions to solve problem، عشان تحل مشكلة معينة. ده الالجوريثم ببساطة. المشكلة دي ايه هي؟ اي مشكلة، business life mathematical problem، عشان يحلها لي لازم اكتب الجوريثم عشان اقدر احل الماثيماتيكال بروبلم. فاي مشكله نقدر نتخيلها نقدر نكتب لها الجوريثم عشان يحل المشكله دي. عايز اتنقل من مكان لمكان فاقدر احولها لمجموعه من الستبس، اعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا لحد ما اوصل للمكان اللي انا عايز اوصل له. ده ببساطه التعريف الالجوريثم تاني يعني. طيب الهدف بقى من الالجوريثم اللي احنا بناخده، احنا مش عايزين نحل اي مشاكل لايف، احنا عايزين ناخد الالجوريثم اللي ريليتد لي مشاكل problems can be solved in the computer using computer program. يبقى احنا عايزين نكتب برنامج عشان يحل مشكلة. البرنامج ده هنعمل له run فين؟ هنشغله فين؟ على كمبيوتر. يبقى اللي هينفذ لنا مجموعة الأوامر دي هيبقى كمبيوتر. طيب البرنامج بتاعنا ده هيبقى داتا بروسيسنج في الغالب، يبقى هو عنده مجموعة من الداتا بيعمل عليها بروسيسنج عشان يحل مشكلة معينة. ايه اللي موجود عندنا تاني؟ هو عندنا input عشان نقرا الداتا بتاعتنا، عندنا storage عشان نخزن حاجة معينة، عندنا processing هنعمله وبعدين بنطلع output. يبقى input storage processing وبعدين بنطلع output. ده اي algorithm لازم يتكون من الحاجات دي. البروسيسنج الالجوريثم طبعا ممكن يبقى فيه تفاصيل كتير في البروسيسنج، هعمل تفاصيل كتير عشان اقدر اطلع الاوتبوت اللي انا عايز اطلعه. الانبوت بتاعي ممكن يكون جاي من الاستورج، في الاخر خالص بطلع الاوتبوت. هل الاوتبوت لازم يطلع لليوزر؟ مش شرط، ممكن برضو يطلع للاستورج. طيب هل الكمبيوتر مجموعه الانستراكشنز اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعي اللي بيقدر من خلالها يحل مشكله معينه، هل هي انستراكشنز كتير؟ لا، هي انستراكشن ليميتد، يعني الكمبيوتر يقدر يجمع يقدر يطرح، لكن مثلا في مجموعه من الفانكشنز مش موجوده في الكمبيوتر. مثلا يحسب، هنفترض ان في كمبيوتر عندي انستراكشن ما فيهوش انستراكشن يحسب اللوج مثلا، ما فيهوش انستراكشن يحسب الفاكتوريال، فيبقى انا لازم اكتب برنامج استخدم الانستراكشنز اللي موجوده في الكمبيوتر عشان اقدر احسب فانكشن جديده. وكل لانجوج هنا وكل كمبيوتر
في مجموعة من الانستراكشنز حسب اللي موجودة فيه، وكل language فيها مجموعة من الانستراكشنز limited محدودة. عايزين احنا نعمل حاجة higher level، يبقى انا لازم اكتب حاجة جديدة عشان تحل المشاكل لو ما عنديش الانستراكشنز اللي بتحل المشكلة بتاعتي مباشرة. يعني مثلا انا عندي حاجة عايز احسب مجموع رقمين، طب ما ده اكيد اي كمبيوتر هيبقى فيه انستراكشن بيجمع بيحسب مجموع رقمين، لكن ما عنديش حاجة في الانستراكشنز بتاعت language معينة مثلا يعني في حاجات موجودة بتحسب اللوج او بتحسب الفاكتوريال، فيبقى انا اكتب برنامج جديد عشان يعمل الكلام ده باستخدام الانستراكشنز الجاهزه اللي موجوده عندي في الكمبيوتر بتاعي او في البروجرام لانجويج اللي انا شغال بيها. طيب اي الجوريزم بتاعي لازم يبقى فيه ريبريزنتيشن، يبقى فيه مجموعه من الادوات اللي هتساعدني عشان اكتب الالجوريزم بتاعي. فمثلا لو انا عايز اخد انبوت من اليوزر عندي، ممكن تبقى فيه فانكشن اسمها جيت، يبقى دي هتقرا حاجه من اليوزر. يبقى جيت دي وظيفتها ان هي جيت انفورميشن، هتقرا مجموعه من الانبوتس. ستور ممكن اخزن حاجه في فاريبل انترميديت، يعني حاجه في النص كده، مش لا اليوزر لا هاخدها من اليوزر ولا هتطلع لليوزر في الاخر، فحاجه في النص كده وانا بعمل بروسيسنج مثلا، او حاجه جيفن زي مثلا الباي ايكوال معرفش 22 على 7، فده جيفن مثلا، يبقى ده المفروض ان انا اكون مخزنه في البرنامج بتاعي او مخزنه في الكمبيوتر بتاعي، او وات ايفر بقى عندي ميموري مثلا محسوب فيها ساين ويف مثلا، فده ستورج. بعد كده عندي هعمل بروسيسنج. البروسيسنج بقى فيه ليت، يعني هاساين حاجه في حاجه، يعني هحط مثلا فاريبل اسمه ايه، هحط فيه 5 مثلا، فاكني بقساين، اكني بعمل ليت ايه ايكوال 5 مثلا، a equal 5، يعني اكني بحط القيمه بتاعت ال 5 دي بحطها في ال a. ممكن حاجه عايز اكررها اكتر من مره، يبقى عايز اعمل ريبيت لانستراكشنز معين، فهعمل لوب. اللوب معناها ريبيت لانستراكشنز معين. كونديشنال برانشنج، ان انا هعمل حاجه لو كونديشن معين، ولو كونديشن ده ترو مثلا او فولس، لو ترو هنفذ مجموعه من الانستراكشنز، ولو فولس هنفذ مجموعة من الانستراكشنز التانية، فده بنسميه برانشنج او كونديشنال برانشنج. كونديشنال يعني حسب كونديشن معين، الكونديشن ده لو كان ترو بنفذ حاجة، لو كان فولس بنفذ حاجة تانية. اخر حاجة بقى عندي فانكشن اسمها جيف مثلا، يبقى دي اللي هتطلع لي لليوزر الاوتبوت اللي انا عايز اطلعه. يبقى انا اقدر افك الالجوريثم بتاعي لمجموعة من حاجات بسيطة، جيت عشان اقرا حاجة من اليوزر، الانترميديت فاريبلز او الجيفنز اقدر، دي الاستورج بتاعتي الحاجه اللي مخزنها، بعد كده مجموعه من الاوامر زي ليت ولوب واف. ليت لو عايز اساين حاجه معينه، ولوب لو عايز اكرر الحاجه دي، هنشوفها دلوقتي في امثله، والاف كونديشن او كونديشنال برانشنج، اخر حاجه جيف، يبقى انا بطلع لليوزر اوتبوت معين. الالجوريثم بتاعي لازم يكون ليه ديسكريبشن واضح. طيب لازم الالجوريزم بتاعي لازم افهم البروبلم كويس، يبقى لازم احدد ايدنتيفاي اند نيم ايتش انبوت، لازم احدد الانبوتس بتاعتي اللي هي الجيفنز، ولازم احدد الاوتبوت بتاعتي هتبقى ايه اللي هي الريزلتس. اخر حاجه الالجوريزم بتاعي لازم يكون ليه نيم اللي انا بكتبه، يبقى ده النيم بتاع الالجوريزم بتاعي. هنفترض ان انا عندي الجوريزم اسمه اد 2، يبقى الالجوريزم بتاعي ده اد 2 ده بيعمل ايه؟ بيجمع 2 نمبرز. انا حاطط 2 هنا عشان اوضح ان اي حد يقدر من خلال اسم الالجوريزم يعرف هو بيعمل ايه. اد 2 بي اد 2 نمبرز. اد 2 ده هيعمل ايه؟ هيطلع لي اوتبوت. ولازم يكون لي ديفينيشن، يبقى اخر حاجه كومباين، هنجمع الجيفن مع الريزلتس مع النيم، نقدر نجمع الثلاثه دول مع بعض عشان نكتب ستيتمنت معينه، اللي هي نيم اللي هو اسم الالجوريزم بتاعي اد 2 بياخد الجيفن بياخد الانبوت بتاعته. يبقى انا عندي هنا النيم بتاع الالجوريزم بتاعي اللي هنا اخدت مثال اسمه اد 2 بياخد انبوت معين، والريزلت بتاعتي اللي هتطلع من هنا هتتحط في الريزلت اللي احنا شايفينها دي. يبقى دي طريقه الستيتمنت او
لان احنا جمعنا 3 بيسز انفورميشن انتو فورمال ستيتمنت ديفينيشن بتاع الالجوريثم. احنا كده اكننا بنقول ايه بالظبط بالانستراكشن ده او بالسطر اللي احنا شايفينه ده، اكننا احنا بنقول عايزين ننفذ الالجوريثم اللي النيم بتاعه اد 2 على الجيفن، الجيفنز اللي قدامنا دي ممكن هنا يكون في رقم مثلا اد 2 اند 3، يبقى بيجمع الرقمين 2 و3. الريزلت اللي بتطلع من هنا لو كان الالجوريثم ده كان اسمه اد 2 هتتحط في ريزلت اللي هي هتبقى في الحاله دي 5. طيب دلوقتي احنا عملنا ديسكريبشن للالجوريثم بتاعنا. ديسكريبشن يعني ايه؟ يعني احنا عرفنا الالجوريثم ده عايز يعمل ايه، لكن احنا لسه ما حلناش المشكله ازاي هيعمل، هيحل المشكله دي. طيب هيعمل ايه اللي هنعمله بعد كده؟ ديفلوب سيريز اوف انستراكشنز. يبقى احنا هنكتب مجموعه من الاوامر عشان نحل البروبلم بتاعتنا دي. صحيح احنا دلوقتي بقينا عارفين الالجوريثم عباره عن اسمه، ايه اللي هياخده، ايه اللي هيطلع منه، لكن مش عارفين حل المشكله دي باستخدام مجموعه من الاوامر اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعي او موجوده في البروجرام لانجويج بتاعتي او اللي موجوده في الـ في الـ في الاطار اللي انا حاطه بقول هحل المشكله دي ازاي. يبقى احنا عايزين نحسب الريزلتس دي، الريزلت اللي احنا عارفينها من من الجيفنز دي باستخدام ميثود معينه اللي هو الالجوريثم بتاعي. طيب اتفقنا دلوقتي ان الالجوريثم هيبقى عباره عن ان انا هقرا مجموعه من الانبوتس من اليوزر، هعمل عليهم بروسيسنج او ستورج، بعد كده هعمل اوتبوت هطلعهم لليوزر او هطلعهم على ستورج. الحاجه اللي هقراها من اليوزر دي هحطها في هولدر، ونفترض ان انا بقول لليوزر دخل لي رقم، فراح مدخل لي رقم 5. الهولدر ده موجود فين؟ موجود في الميموري بتاعه الايه، البي سي بتاعي او whatever بقى. يبقى انا عندي ميموري، اليوزر هيقرا حاجه هحطها في مكان معين من الميموري. ليه انا عايز احطها في مكان معين من الميموري؟ لان اكيد هستخدمها بعد كده، فطبيعي ان انا عايز اشيل الحاجه واحطها في مكان معين من الميموري. المكان المعين اللي في الميموري ده اصطلح على تسميته variable. يبقى عندنا مثال هنا مثلا الاكس دي ممكن نقول عليها variable. الاكس دي عباره عن ايه؟ مكان معين في الميموري بتاعه السيستم بتاعي، الكمبيوتر بتاعي او وات ايفر. الواي فاريبل، تمام كده. يبقى الفاريبل هو الهولدر بتاعي اللي هشيل فيه اي حاجه. الاساينمنت بقى الفاريبل بتاعي ده انا عايز، هنفترض ان انا قريت من اليوزر دلوقتي عندي فاريبل دلوقتي في السيستم بتاعي ده اسمه اكس، وعندي فاريبل تاني اسمه واي، واليوزر دخل لي 5 في الواي، فبقى الواي فيها 5. طب انا عايز اقول دلوقتي ان الاكس بتساوي 5 في واي زائد 6، فدي الطريقه بالنسبه للكمبيوتر. الطريقه ان احنا بنقرا من اليمين للشمال كده بالطريقه دي، ان 5 مضروبه في الواي اللي هي 5 تبقى 25 في حالتنا، وبتتجمع على 6 16، والريزلت بتاعت الايكويشن دي كلها هتتحط في الفاريبل اللي اسمه اكس. يبقى الواي الايكوال هنا مش معناها الايكواليتي بتاعه الماثيماتكس، معناها اساينمنت، معناها اساين الريزلت اللي خارجه من هنا حطها في الفاريبل اكس. طبعا كل فاريبل عندنا دايما في اي برنامج بيبقى بيشاور على مكان معين في الميموري، فممكن الاكس بيشاور على مكان، الواي بيشاور في مكان تاني. انا كواحد بيكتب الجوريثم ما يهمنيش الكلام ده كله، بس التوضيح ان الاكس دايما هو مكان واحد. مش معنى ان انا بقول ان عندي فاريبل اسمه اكس ممكن يتعارض مع فاريبل تاني اسمه واي والاثنين بيتلخبطوا في الدنيا، لا ده ما بيحصلش. اكس في حته والواي في حته، والاثنين اندبندنت على بعض، والاثنين في مكانين مختلفين في الميموري بتاعه الكمبيوتر بتاعتي. طبعا عندي هنا مثال، مثلا عندي فاريبل اسمه السايد سايز. احنا لو عندنا ريكتانجل مثلا او عندي سكوير، فالسايد سايز بتاعه فهنا ليت سايد سايز سايد سايز ايكوال 15. هنا معنى الايكوال هنا ده مش تيست، الايكوال هنا بتقول ان انا السايد سايز هملاه ب 15.
طبعا انا لو ما حطيتش كلمه ليت دي ما عنديش مشكله، لان مجرد ان انا بشوف كده بفهم على طول ان دي assignment، ان انا باساين الفاريبل او المكان اللي في الميموري اللي انا مسميه سايد سايز باساينه ب 15. هنا بعمل برضو من اليمين للشمال زي ما اتفقنا، التنفيذ بتاع الاوامر، عشان لما نيجي نكتب الجوريزم بعد كده دي رولز هنمشي عليها، بنفذ من اليمين للشمال. الاكسبريشن دايما بيتكتب على اليمين وبيتحط في الايه، في الليفت هاند سايد بتاعنا اللي على الاساينمنت اللي هو الايكوال. فهنا هضرب السايد باي سايد واحط النتيجه فين؟ في الاريا. ايه الاريا؟ هي فاريبل تاني اسمه اريا. وفاريبل يعني ايه؟ يعني مكان في الميموري. يعني ايه مكان في الميموري؟ يعني هولدر ببساطه خالص، هولدر انا شايل فيه رقم معين، شايل فيه الريزلت اللي طالعه من الاكسبريشن اللي قدامي ده. طبعا هنا يعني حته بسيطه كده، لو احنا عندنا في الماثيماتكس بقول a equal b، يعني افترض ان ال a بتساوي 3 مثلا وال b بتساوي 3، ف a equal b بتساوي نفسها b equal a. عندنا بقى في الالجوريثم وفي البروجرامنج a equal b مختلفه عن b equal a. ليه؟ لان انا هنا بقول let a equal b معناها ان انا باخد القيمه اللي في ال a ال b واحطها في ال a، دي assignment. هنا نفس الكلام، باخد القيمة اللي في الايه احطها في البي، الاتنين عكس بعض. هنا a equal b معناها هات القيمة اللي في البي حطها في ايه. دايما بناخد ال expression اللي على ال right hand side بنحطه في الليفت whatever ايه هو. يعني ال expression اللي في ال right a هيتحط فين؟ في البي. هنا مثلا ال equation اللي قدامنا دي a equal 5، حط في البي القيمة اللي في الاي زائد 1 بعدين اي ايكوال 2. طبعا بعد ما نكتب اي ايكوال 2 ما بقاش بي ايكوال اي بلس 1، بقى حاجة تانية. تريس ببساطة، لو عايزين نعمل تريس ببساطة للكلام بتاعنا ده، هنا الاي ايكوال 5، البي انون ما نعرفهاش، بعد ما السطر ده يتنفذ افتر السطر ده يتنفذ هيبقى ال b equal 6 وال a هنا فيها يعني القيمة اللي في ال holder b 6، القيمة اللي في ال holder a 5. بعد ما السطر ده يتنفذ القيمة اللي في ال a هتبقى 2، القيمة اللي في ال b هتنها زي ما هي ما فيش ما غيرناهاش هتبقى 6 كده. دي اوامر الانستراكشنز اللي في اي الجوريزم بالطريقه اللي احنا شايفينها وبالطريقه السيكوينشال. طبعا هما دايما بيتنفذوا من فوق لتحت، ولو انستراكشن زي كده بيتنفذ من اليمين للشمال. برضو حاجه ظريفه، مثلا في الماثيماتكس لو قلت a equal a plus 3 ده فولس، ما ينفعش، لان يعني ايه عمره ما هيساوي a plus 3. هنا عندنا في الالجوريثم وفي البروجرامنج a equal a plus 3 ده ينفع، ده معناه ان الهولدر بتاعي اللي هو اسمه a كان فيه 3، وبعدين انا بقول عايزك تعمل update للهولدر اللي فيه a ده، تاخد القيمة اللي في ال a اللي هي 3 وتجمع عليها 3 وترجع تحطها تاني في الهولدر اللي هو ال a اللي هو هيبقى بعد كده 6. يبقى بعد ما ده يتنفذ ال a هتزيد ب 3. ال variable a اللي كان فيه قيمة معينة هنعمل لها increment 3 مرات وتتحط في ايه الجديدة. يبقى ده كبروجرامينج ما فيهوش مشكلة، ده كماثيماتكس فولس. طبعا برضو في الانستراكشنز في الماثيماتكس ممكن نكتب a بلس 3 ايكوال 3 ما فيش مشكلة، لكن في البروجرامينج ايه معناها؟ يعني ايه ان انا باخد القيمة اللي في الايه في الفاريبل ايه ده زائد 5 وبحط عليها 3، ده ملهاش معنى. انا عندي هنا دايما في البروجرامنج او في الالجوريثم وانا بكتبه انا عندي فيه هولدر وعايز اعمل له ابديت، فده معناه ايه؟ عايز اعمل ابديت لفين؟ مين المكان اللي عايز اعمل له ابديت؟ مش واضح. فالانستراكشن ده doesn't have any meaning in the programming او in the algorithm writing. طب هنا هنتكلم على الانبوت كوماند. دلوقتي اتكلمنا على
ازاي نعمل assignment عشان نقدر نكتب نعمل بعد كده processing بعد شويه ونقدر نقرا من اليوزر. فلازم نعمل assignment للفاريبلز بتاعتنا اللي جوه البرنامج بتاعنا او اللي جوه الالجوريثم بتاعنا. كلمه syntax على طول اول ما نشوفها في الالجوريثم معناها طريقه الكتابه. فهنا بنقول على طول get ونحط اسم الفاريبل بتاعنا اللي احنا عايزين نعمل له ابديت. مثال هنا انا عايز اقرا عايز اعمل برنامج مثلا بيحسب لي الاريا بتاعه الريكتانجل او سوري بتاعه السكوير. فيبقى انا عايز اقرا السايد السايز بتاع السايز السايز سايد قد ايه او السايد بتاع الريكتانجل بتاعي او بتاع السكوير بتاعي يبقى قد ايه. فانا بقول get السايز سايد بتاع اي فاريبل. يبقى الفاريبل بتاع الهولدر ده اكني عايز املاه. هملاه منين؟ وات ايفر من اليوزر مثلا هيدخل لي السايز بتاع السايد بتاعي بتاع السكوير بتاعي. يبقى ده بعد الانستراكشن زي ما هيتنفذ المفروض ان انا منتظر ان اليوزر يدخل لي انبوت معين 5 6 7 عشان نقدر نحسب الاريا مثلا بعد شويه. فيبقى دي طريقة إدخال البيانات أو طريقة إدخال الداتا للألجوريثم بتاعي. هنستخدم مثلا instruction زي get. هنطلع حاجة فهنخلي give مثلا مثال زي output ممكن نخليها. يعني الاصطلاحات دي ممكن تختلف ممكن نخليها output و input لكن احنا عايزين نمشي على default كده عشان نشتغل بيه. يبقى give أكني بطلع output. الفاريبل اللي القيمة اللي عايز أطلعها لليوزر اللي موجوده في الفاريبل whatever. هنا جيف الاريا يبقى انا بطلع لليوزر القيمه اللي موجوده جوه الاريا. طيب تعالوا ناخد مثال بسيط بقى عشان نبدا نفك كل الكلام اللي قلناه المقدمه البسيطه دي. عايزين مثلا نكتب الجوريثم دلوقتي. الالجوريثم ده هياخد 3 ارقام من اليوزر ويطلع المجموع بتاعهم. اتفقنا ان اول حاجه لازم نعمل نيم للالجوريثم بتاعنا او للميثود بتاعت. النيم بتاعنا هنا في الحالة دي num3 يعني بيجمع 3 ارقام. يبقى ده النيم بتاع الالجوريثم بتاعنا او الميثود عشان نقدر بعد كده اي حد تاني يستخدم الميثود دي انه يعمل بيها اي حاجة. الجيفنز انا عندي 3 جيفنز او 3 انبوت عندي n1 n2 n3 اللي هو number 1 ونمبر 2 ونمبر 3. اليوزر هيدخل فيهم اي قيم whatever. هنا اي قيمة هنا اي قيمة هنا اي قيمة. الريزلت هنطلعها طبعا ان 1 وان 2 وان 3 دول هنسميهم الفاريبلز بتاعتي. يبقى الفاريبلز بتاعتي اللي في السيستم ده هيبقى عندي ان 1 وان 2 وان 3 هستخدمهم في ايه؟ ان انا هشيل الانبوتس اللي جالي من اليوزر. عندي فاريبل تاني اسمه توتال هستخدمه في ايه؟ هشيل الريزلت بتاعتي فيه. يبقى الالجوريثم عندي بقى النيم النيم بتاعه مظبوط المعروف سام 3. الجيفنز هشيلهم في ان 1 وان 2 وان 3 في 3 فاريبلز. الريزلت هطلعها في التوتال. الديفينيشن بتاع الالجوريثم بتاعي توتال ايكوال سم ان 1 ان 2 ان 3. يبقى الانبوت بتاعي اهو اسم الالجوريثم بتاعي التوتال اللي هي الريزلت اللي هتطلع منه. ده الديفينيشن بتاع الالجوريثم. الميثود بقى هكتب الالجوريثم ازاي؟ تعالوا نشوف ببساطه. get n1 يبقى انا هقرا من اليوزر n1. get n2 يبقى عندي بقى الفاريبل الهولدر الثاني اتملى الهولدر الثالث اتملى هو كمان. اتفقنا let و equal او ممكن نكتب equal بس total equal n1 plus n2 plus n3. هنحسب الاكسبريشن ده كله كل القيم اللي موجوده في الثري فاريبلز اللي قدامنا اللي هي ان 1 وان 2 وان 3 الريزلت اللي فيهم هتتحط في الهولدر او في الفاريبل اللي اسمه توتال. جيف لازم نطلع برنامج بيطلع اوتبوت. جيف طلع القيمه اللي موجوده في التوتال. دي فكره الالجوريثم ببساطه جدا. ازاي نكتب الجوريثم؟ عايزين نلتزم بكل القواعد اللي موجوده في الالجوريثم. يدين الالجوريثم ليه نيم لي given او input لي result لي output لي definition طريقه الكتابه وبعد كده لي الميثود الميثودولوجي اللي هنحل بيها المشكله بتاعتنا. ناخد مثال واثنين وثلاثه وبعد كده نبدا نخش في الخطوه اللي بعد كده. طيب عندنا هنا مثال برضو الالجوريثم تاني
بياخد ثلاث ارقام find the sum and the average، يبقى هيطلع لنا السم المجموع والمتوسط او القيمة المتوسطة بتاع ثلاث ارقام. طيب تعالوا تاني، النيم بتاع الالجوريزم بتاعنا هنسميه average 3 لانه بياخد ثلاث ارقام ويطلع لنا الافريج بتاعهم. الجيفنز عندنا هنا يبقى اليوزر هيدينا ايه او الانبوت هيجي لنا ايه، هيجي لنا نم 1 ونم 2 ونم 3. الجيفن هنا اتفقنا ان هي الفاريبلز بتاعتنا اللي هنحط فيها الانبوت اللي جاي لنا من اليوزر. طبعا اليوزر ممكن يكون اي حاجة زي ما اتفقنا، ممكن يكون حاجة جاية لنا من كيبورد، حاجة جاية لنا من ستورج قديمة. الريزلت الريزلت بتاعتنا هتطلع سم المجموع وافريج. طبعا احب اوضح هنا ان المسميات دي انا اقدر اغيرها، يعني انا ممكن اكتب الالجوريزم اكتب هنا بدل ما اكتب نم اكتب نمبر كاملة، ممكن اكتب ان بس زي ما شفنا في الالجوريزم اللي فات. هنا السم ممكن اكتب اس، واحد يكتب اس. الافريج ممكن واحد يكتبها المين مثلا المتوسط، يعني المسميات هنا زي ما انا عايز، لكن في النهاية ده اسمه variable. الفاريبل ده عبارة عن مكان في الميموري، مكان يونيك للفاريبل ده، مفيش حد تاني يقدر يشيره او يشاركه معاه. طيب الديفينيشن بتاعت الالجوريزم بتاعي ان انا باخد تلاتة انبوت من اليوزر واعمل عليهم اوبريشن باسم الالجوريزم بتاعي اللي هو AVG3، هيطلع لي من الالجوريزم ده حاجتين. ارجو ان احنا يكون واضح ان هنا الالجوريزم ده مختلف عن اللي فات، هيطلع لي السم وهيطلع لي الافريج. تعالوا نشوف بقى الميثود عشان نحل البروبلم دي هتشتغل ازاي. اول حاجة هنقرأ التلات ارقام get num1 و num2 و num3 من اليوزر او من الانبوت بتاعي. هنحسب let السم equal، يبقى هنحسب الاكسبريشن ده كله هيجمع كل التلات ارقام اللي خدناهم من اليوزر ويعمل لهم assignment يحطهم في المكان اللي اسمه sum. يبقى انا عندي في فاريبل اللي هطلع فيه الاوت اسمه sum. هنقسم الصم هنا على 3 عشان نجيب الافريج، وبعدين نحطه في الافريج، نعمل assignment للقيمة الجديدة دي اللي هي الصم على 3 ونطلعها في الافريج. وطبعا هنعمل give sum give average، يبقى طلعنا الصم والافريج لليوزر، طلعنا الاوتبوت بتاعنا، يبقى الميثود موجودة وكل التفاصيل بتاعتنا موجودة في الالجوريثم. طبعا الفاريبل لسه متكلمين عنه ان هو تاني لخص ببساطة، الفاريبل هو عبارة عن هولدر بشيل فيه حاجات اقدر اغيرها في اي وقت في البرنامج بتاعي مفيش مشكله حسب الانستراكشنز اللي بتتنفذ. الهولدر ده مكان في الميموري انا بديله النيم براحتي زي النم 1 ونم 2 ونم 3، زي سام زي افريج وات ايفر. بقدر املى الفاريبلز دي بجيف بالجيفن او بالجيت، واقدر اطلع الريزلت بجيف او باوتبوت. اتفقنا المسميات دي نقدر نغيرها زي ما احنا عايزين. الفاريبل هو اللوكيشن يونيك في الميموري، يعني ما فيش اكتر من كده بالنسبه للفاريبلز. طبعا الفاريبل ممكن يكون انا شايل فيه الانبوت وشايل فيه الاوتبوت، وممكن يكون انترميديت فاريبل. يعني ايه؟ يعني لا هيطلع حاجه لليوزر ولا هنقرا منه حاجه من اليوزر، يبقى انا بستخدمه في حاجه جوه الالجوريثم بتاعي. تعالوا هنشوف امثله حالا على الكلام ده. طيب ده عندنا برضو مثال تاني الالجوريزم تاني عشان نشوف فيه فكرة الانترميديت فاريبلز او الفاريبلز اللي هي لا هي تبع الانبوت ولا هي تبع الاوت لكني نحتاجها جوه الالجوريزم بتاعي. انا عندي هنا مثال مثلا given 3 assignment average marks لتلاتة مثلا تلاتة كورسز، فممكن نقول ان احنا عندنا كورس 1. فعندنا مثال اللي هو الالجوريزم اللي قدامنا ده، عندنا problem given 3 assignment marks ده متوسط الدرجات بتاع مثلا assignment لتلات مواد مختلفة. فمثلا عندنا هنا الماث مثلا، الفيزيكس والكيمستري، ودي الدرجة بتاعت كل مادة فيهم، دي من 50 دي من 20 دي من 70، وهو عايز يحسب الافريج بتاع كل المواد دي. او ممكن نقولها بطريقة تانية ان هي دي 3 different assignment لنفس المادة، فدي assignment 1 ودي assignment 2 ودي assignment 3.
ودي من 20 ودي الماكسيمم بتاعها 27 الماكسيمم بتاعها 50 20 70. وعايزين نحسب الافريج بتاع الثلاثة اساينمنت دول مع بعض. فانا هديك الافريج بتاع الاساينمنت الاولاني، هديك الافريج بتاع التاني، الافريج بتاع التالت، احسب لي بقى الافريج بتاع الثلاثة قد ايه عشان اعرف. فاكني بالظبط هديك الافريج بتاع كل واحد، هتجمعهم وتقسمهم على ثلاثة ببساطة يعني. بس طبعا لازم نبقى هنا عارفين الماكسيمم بتاع الثلاثة قد ايه، اللي هو في حالتنا هنا هيبقى 140. فهنا كالك مارك مثلا هيسميها كالك مارك بتاع كل طالب بقى. الجيفن A1 و A2 و A3 اللي هو المتوسط بتاع الاساينمنت الاولاني، المتوسط بتاع الاساينمنت التاني، المتوسط بتاع الاساينمنت التالت، واتفقنا ان دولت variables، والجيفن دي هم الانبوتس بتاعي هيتشالوا في الفاريبلز A1 و A2 و A3. الريزلتس بتاعتي هطلعها في مارك. يبقى الطالب كان جايب في الاساينمنت الاولاني مثلا سي 25 من 50، الاساينمنت التالت جايب 19 مثلا من 20، الاساينمنت التالت سوري ده التاني، التالت كان جايب 65 مثلا out of 70. الريزلتس اللي هنحطها في المارك ده variable زي ما اتفقنا، برضو هنطلع فيه الريزلتس بتاعتنا. احنا هنا بقى عندنا intermediate variables عايزين نستخدمه جوه البرنامج بتاعنا زي التوتال عشان هنجمع فيه كل الحاجات دي. ممكن حد يقول الانترميديت فاريبل انا مش عارفهم وانا في الاول في المشكله من الاول، انت حر سيب الانترميديت فاضي. وانت بعد ما بتكتب الميثود بتاعتك لحل الالجوريزم بتاعك، كل ما بتحتاج فاريبل بتحطه في الانترميديت. فممكن حد يقول لا انا من الاول عارف ان انا محتاج التوتال، فانا هكتب ان انا محتاج هولدر او فاريبل اسمه توتال. في واحد انا محتاج ان ستودنت، عدد الستودنتس عندي قد ايه. في واحد بيقول انا عندي الماكسيمم مارك، الماكسيمم مارك هنا اللي هو 50 زائد 20 زائد 70، وده كونستانت برضه ده ثابت. عدد الطلبه ثابت، فممكن كل دي انترميديت فاريبلز. الديفينيشن عندي اسم الالجوريزم بياخد ايه والريزلت هتطلع فين، الميثود طبعا ده انترميديت فاريبل اهو حاطط فيه 140. كان ممكن حد يقول لي ان انا احط فيه 50 زائد 20 زائد 70 برضو صح، مش لازم اكتبها 140، وده كونستانت لان ده مش هيتغير طول البرنامج بتاعي. الليبل ده مجرد ليبل، دي كومنت انا بساعد نفسي عشان افهم الالجوريثم بتاعي. لو ما حطيتش دي مش هيحصل حاجه، يبقى دي ليبل. نفس الكلام ال N students عدد الطلبة 3، يبقى أنا عندي intermediate variable بعمل assignment أهو وبحط فيه في ال N student ده 3 في الأول و constant. get A1 get A2 get A3، يبقى أنا جبت الثلاثة average أو الثلاث درجات بتوع ال assignments المختلفين. عايز أحسب ال average بتاع الطالب ده في الثلاثة assignments. أول حاجة let ال total equal، زي ما بقول ان الايكوال هنا دايما احنا مش فاهمينها انها اساينمنت، يبقى حتى لو ما كتبتش كلمه ليت هي مفهومه. وان كان يستحسن نكتبها الثلاثه فاريبلز بتوعي هيتجمعوا القيم اللي فيهم وتتعمل اساينمنت في التوتال، يتحطوا في التوتال. المارك هنا بتساوي التوتال التوتال اللي انا جمعته على عدد الطلبه، كل ده هيتقسم على الماكسيمم مارك. يبقى ده الافريج بتاع متوسط كل طالب. يبقى انا كان عندي هنا 3 طلبه والدرجات دي المتوسط بتاعتهم كلهم، فقسمت على عدد الطلبه وقسمت على الماكسيمم مارك. انا هنا ما يهمنيش المشكله قوي قد ما يهمني ان انا فهمت ان انا ممكن يكون عندي انترميديت فاريبلز. الانترميديت فاريبلز مش ظاهره في الانبوت، مش هي اللي هقرا فيها انبوت ولا هتطلع في الاوتبوت. طبعا بعد كده هنطلع المارك جيف مارك، لكن استخدمت الانترميديت فاريبلز استخدمتها في الحسابات بتاعتي. طيب الجوريزم تاني بسيط بيقول given a two digit number، يبقى الرقم عبارة عن two digit
زي اللي احنا شايفينه مثلا ده. find the sum of the digits، في الحالة دي sum of the digits هنا هيبقى 7، الديجيت دي فيها 5، الديجيت دي فيها 3، يبقى السم هيبقى 7. ازاي اكتب برنامج او اعمل الجوريثم، الالجوريثم ده يعمل لي الكلام اللي احنا شايفينه. طبعا هنا جنرال كونسبت ده حاجة لينا لو احنا عايزين نعرف الرقم اللي قدامنا ده، عايزين نحسب السم. الفور دي جت منين؟ الفور اللي هي التنس بتاعتنا، والوانز بتاعتنا اللي هي الواحد. ازاي بنحسب الكلام ده؟ هنستخدم حاجة اسمها integer division. ايه الانتجر division دي؟ عندنا في اي بروجرامينج الحقيقة تولز في حاجة اسمها الديف والمود. الديف بيرجع لنا ناتج القسمة، والمود بيرجع لنا الباقي. بمعنى لو انا بقسم الواحد واربعين على العشرة، او واحد واربعين ديف عشرة، ممكن نكتبها كده وممكن نكتبها كده، هتطلع لي ايه في الديف؟ هتطلع لي 4. لو قلت 41 مود 10 هتطلع لي 1. يبقى ده ناتج القسمة وده باقي القسمة اللي احنا عارفينه من زمان. ودي الطريقة الانتجر ديفيجن بنسميها. وطبعا الانتجر ديفيجن اللي هي القسمة الصحيحة، احنا ما عندناش هنا فلوت بقى، وما عندناش اللي هي ديسيمال بوينت، احنا بنتكلم على انتجر ديفيجن او القسمة الصحيحة. هيبقى فيها ديف ومود، ديف هترجع لي باقي القسمة، ومود هترجع سوري ديف هترجع لي ناتج القسمة الصحيح برضو، والمود هترجع لي باقي القسمة. فهنستخدمها في الالجوريزم بتاعنا ده، تعالوا نشوف ازاي حالا. طيب يلا نبدأ نكتب الالجوريزم بتاعنا. given 2 digit number، الرقم بتاعي عبارة عن 2 digits، وعايزين نحسب السم بتاع 2 digits اللي مكون منهم الرقم اللي هو الجيفن. اول حاجة النيم بتاع الالجوريزم بتاعي هو sum digits، بيجمع لي السم بتاع الديجيتس بتاع الرقم اللي هيدخل لي. الجيفنز عندي هنا ان هو النمبر اللي هيدخل، اللي هو عبارة عن 2 digits. الريزلتس هتطلع السم بتاع الايه 2 digits اللي مكون منهم الرقم اللي في الان. طب الانترميديت اتفقنا، الانترميديت انا ممكن اقول انا مش عارف الانترميديت فاريبلز اللي عندي ايه، لكن احنا هنا في الحاله دي هنفترض ان احنا عارفينه. التنس انا عايز التنس بتاع الرقم ده، يبقى رقم اقدر احسبه، اشوف احسبه ازاي. والوانز بتاعتي اللي في الرقم ده، في الحاله دي لو الرقم بتاعي ده اليوزر كان دخل لي مثلا 41، يبقى التنس هتبقى الفور والوانز هتبقى الوان. الديفينيشن برضو هو ال الالجوريثم نيم بتاعي بياخد فاريبل اسم، بياخد قيمه هنسميها ان. الريزلت اللي هتطلع من هنا هتتحط في ايه؟ في صم. تعالوا نشوف الميثود. جيت ان يبقى الفاريبل بتاعي او الانبوت بتاعي هيتحط في ان، هقرا من اليوزر. ليت يبقى انا بعمل اول ما اشوف ليت وايكوال يبقى بعمل اساينمنت على طول. القيمه اللي هتتعمل اللي دخلتها هنا، هنفترض ان انا مدخل في الحاله دي 63 ديف 10 ايكوال كام؟ ايكوال 6. هتتحط فين؟ في التنس. يبقى التنس هنا بقت فيها 6 بعد ما نفذت الانستراكشن ده. طيب عايز اجيب الوانز، هتبقى مود، يبقى ان مود 10 اللي هي هتفضل هنا ايه 3، هيبقى فيه 3. هجمع التنس مع الوانز واحطهم في الصم وجيف الصم. انا كده ببساطة كتبت الجوريزم بسيط يقدر يحل المشكلة اللي احنا شايفينها. طيب تعالوا نكتب الجوريزم تاني. احنا يعني الامثلة كتير دي هتخلينا نستوعب فكرة الالجوريزم وازاي بنحل المشاكل. عندنا عايزين نكتب الجوريزم مثلا بيعمل سوابنج لتو نمبرز. يعني انا مثلا نفترض ان انا دخلت اكس هنا كان بيساوي مثلا 33، يبقى الفاريبل بتاعي اكس هشيل اليوزر دخل لي فيه 33. الفاريبل اللي بعده او الهولدر اللي بعده اليوزر دخل لي 66. السؤال بقى هل ينفع ابدل الاثنين مع بعض؟ هو ده الالجوريزم اللي احنا عايزين نعمله. تعالوا نجرب. اسم الالجوريزم سواب لانه بيبدل الاثنين مع بعض. الجيفنز عندي اكس وواي اليوزر هيدخلهم لي. الريزلتس اكس وواي برضو بس القيم اللي فيهم متبدلين مع بعض. الانترميديت تمب
برضو ممكن حد يقول انا مش عارف ان انا محتاج فاريبل في النص، يمكن ما احتاجش، ممكن. فخلوا الانترميديت فاضي لو انتوا بتعملوا ديزاين للالجوريثم لسه، وابداوا املوا الكلام ده. الديفينيشنز، الديفينيشنز هنا هيخش لي اكس وواي، وهنا ما عنديش اوتبوت، الاكس والواي القيم اللي فيهم هتتبدل بس. تعالوا نشوف ازاي اللي حصل. الميثود بتاعتنا جيت اكس وجيت واي بقى قريت من اليوزر، من الانبوت قريت اكس وواي. طبعا الاكس والواي ممكن حد يجي يقول ايه ده القصه سهله خالص، انا بعد ما قريت الاكس والواي هاجي اقول مثلا ان الواي ايكوال اكس، يعني ايه؟ يعني هاخد القيمه اللي في الاكس احطها في الواي. طبعا دي بقت مصيبه، لان القيمه اللي في الواي ما بقتش معايا وضاعت، الهولدر ده انا مليته خلاص بالاكس. مثال، اليوزر دخل لي في الاكس هنا في المثال ده 3، بقت الاكس ايكوال 3. دخل الاكس الواي قرينا من اليوزر 4، بقى كده عندي 2 لوكيشن في الميموري، لوكيشن اسمه اكس شايل 3 ولوكيشن اسمه واي شايل 4. بعد ما هنفذ الانستراكشن ده، لو تخيلت ان الدنيا بالبساطه دي، القيمه اللي في الواي اللي القيمه اللي في الاكس هتروح تتحط في الايه، في الواي. يبقى هيبقى الاكس لسه فيها 3 زي ما هي، لان انا ما غيرتش فيها حاجه، والواي هيبقى فيها هي كمان 3. والبرنامج بتاعي ما بقاش عارف هي الواي كان فيها كام، انا ضيعت القيمه اللي اليوزر كان مدهاني. فعشان كده هعمل temp variable، temporary variable، حاجه مؤقته، holder اشيل فيه، وهو ده مثال واضح للانترميديت فاريبلز، هشيل فيه قيمه الواي. فهعمل هولدر كده هنا اسمه temp، اشيل فيه قيمه الواي قبل ما اعمل الاساينمنت دي. يبقى اقوم حاطط فيه الواي اللي هي ب4، اعمل الاساينمنت دي وارجع احط قيمه التمب فين؟ في الاكس اللي هي الفور. تعال نشوف التنفيذ تاني. يبقى ليت اكس، يبقى شلت، عملت كوبري بسيط كده وشلت قيمه الاكس فيه، وبعدين هحط الواي في الاكس، وبعدين ارجع احط التمب فين؟ في الواي. يبقى كده بدلت الاثنين مع بعض. ممكن اجيب اكس واجيب واي، يبقى اطلع لليوزر الاكس والواي، القيمتين بقوا متبدلين مع بعض. يبقى لو كنا بادئين البرنامج بتاعنا بالاكس كانت بتساوي 3 والواي بتساوي 4، هننتهي هنا ان الاكس بتساوي 4 والواي بتساوي 3. طيب نلخص ببساطه، الالجوريثم بتاعنا كان عباره عن ايه؟ النيم هو اسم الالجوريثم اللي احنا هنكتبه، الجيفنز هو الانبوتس اللي هتخش لنا من اليوزرز وهنبدا ندخلها في مجموعه من الفاريبلز عندنا، الريزلتس، الريزلت اللي هتطلع من حل المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الالجوريثم بتاعنا هيطلع اوتبوت هيحطه في ريزلت. الانترميديت هي انترميديت فاريبلز، ما فيهاش الانبوت ولا فيها الاوتبوت، لكن احنا محتاجينها في حل المشكله بتاعتنا او في كتابه الالجوريثم بتاعنا. الديفينيشنز، الفورمال ديفينيشن بتاع الالجوريثم بتاعنا هنكتبه ازاي وهنقرا وهنتعامل معاه ازاي، هنعمل له كول ازاي. الميثود، طريقة حل المشكلة أو الألجوريثم بتاعنا، الستبس اللي هتنفذ الألجوريثم ده هتتعمل إزاي وهتتكتب إزاي. آخر حاجة هنتكلم على تريسنج أوف أن ألجوريثم، إزاي نعمل تريس لألجوريثم معانا. يعني إيه تريس؟ إن إحنا هنمشي مع الألجوريثم خطوة خطوة عشان نعرف الألجوريثم ده شغال صح ولا لأ، أو شغال إزاي. إيه هو التريسنج؟ هو بيبر تيست، إحنا بنجيب ورقة ونمشي على الألجوريثم ونقعد نشوف كل بعد كل انستراكشن كل فاريبل عندنا القيمه اللي فيه بقت ايه، ببساطه خالص. وهنشوف مثال دلوقتي حالا. طيب ازاي هنعمل قصه التريسنج لاي الجوريثم معانا؟ اول خطوه ان احنا هنبدا نرقم الالجوريثم بتاعنا، كل سطر فيه هندي له رقم. تاني خطوه هنعمل تيبل، التيبل ده اول كولوم فيه ملناش دعوه بيه، ده هيحدد لنا واحنا في التنفيذ. تاني كولوم وتالت كولوم من اول تاني كولوم واحنا ماشيين، كل كولوم بيمثل لنا فاريبل. ايه الفاريبلز اللي احنا عايزين نحطها في كل الكولومز؟ ممكن نحط كل الفاريبلز، ممكن نحط حاجات معينه، بس لو احنا عايزين نعمل تريسنج لحته لمكان معين هنحط كل الجيفنز الانبوتس فاريبل، وهنحط الريزلتس فاريبل، وهنحط الانترميديت كمان. حالا هناخد مثال على الكلام ده، وبعد كده نبدا ننفذ نعمل تريس للالجوريثم بتاعنا خطوه خطوه، ونشوف كل فاريبل بيتعمل له ابديت ازاي. حالا نخش دلوقتي نجرب مثال، هنشوف المثال اللي عندنا ده. عندنا الجوريثم اهو بيعمل ايه الالجوريثم ده مش عارفين،
هنعمل له تريسنج. اول خطوه هنبدا نرقم كل سطر في الالجوريزم بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا عندنا ستة انستراكشن في الالجوريزم بتاعنا، 3 انستراكشنز بيقرا الانبوت، 2 بروسيسنج، 2 انستراكشن بيعملوا اوتبوت زي ما احنا شايفين بالظبط كده. انبوت بروسيسنج اوتبوت. يبقى احنا عايزين نعمل تيبل، التيبل ده هيبقى فيه الفاريبلز اللي عندنا اللي موجودين num1 num2 num3 sum وافريج، مفيش فاريبلز تانية. يبقى دي الكولومز بتاعت التيبل بتاعنا زي ما اتفقنا. يبقى ده اللاين، هيبقى ده بيمثل لنا واحنا بننفذ، هنشوف دلوقتي. وبعدين الكولوم التاني كولوم هيمثل لنا فاريبل 1 فاريبل 2 فاريبل 3 فاريبل 4 فاريبل 5. عندنا 5 فاريبلز هنا. هنا بيقول لي بقى وانت بتعمل تريس خلي بالك ان num1 ونم2 ونم3 دخلنا فيهم القيم اللي قدامنا دي، اعمل تريس بناء عنهم. يبقى بعد ما هنعمل اول انستراكشن اللي هو لاين 1 هيبقى نم 1 بقى فيها 24. خلي بالنا احنا هنا بنعمل ابديت بعد ما يتنفذ الانستراكشن، يعني بعد ما لاين 1 اتنفذ بقى نم 1 في 24، نم 2 معرفش النون. بعد ما نفذ السطر الاولاني انا لسه معرفش نم 2 فيها ايه ولا نم 3 فيها ايه ولا الحاجات التانية دي كلها الفاريبلز التانية فيها ايه. بعد ما num2 هيتنفذ هيبقى عندي num2 فيها 21 31. الحقيقة ده المفروض ان احنا نكتب هنا 42 24 سوري، لان لسه القيمة بتاعت ال 24 موجودة في num1. نفس الكلام هنا بعد ما ننفذ الانستراكشن التالت هيبقى ده 24 31 35. بعد الانستراكشن الرابع الصم هتساوي المجموع، يبقى ده 24 31 35 نجمعهم كلهم يطلع 90. نفس الكلام نكتب كل دول زي ما هما، وده الافريج قسمنا على 3 بقى 30. الانستراكشن السادس الاوتبوت هنا ما عنديش اي حاجة من دول حصل لها ابديت، لكني هكتب الاوتبوت بيساوي 90، الاوتبوت بتساوي 60. يبقى انا طلعت لليوزر اوتبوت 90، طلعت لليوزر 30. دي فكرة التريسنج. ايه الميزة في التريسنج؟ ان انا لو عندي خطأ في البرنامج بتاعي اعرف هو الخطأ حصل فين. انا كاتب الجوريثم معين بيعمل حاجة معينة وكل ما اشغله الاقيه بيعمل حاجة تانية غلط، فابدأ اعمل تريسنج عشان اعرف الغلط بتاعي حصل فين. طب ناخد الجوريثم السواب. برضو انا عندي هنا اللاين نمبر وعندي الاكس والواي زي ما احنا شايفين، ده اللاين نمبر وعندي الفاريبل اكس الفاريبل واي والفاريبل تمب. بعد الانستراكشن الاولاني هو طبعا هو بيقول لي اعمل تريس، بيقول لي خلي بالك انا دخلت للانبوت 25 ودخلت له 88، فالاكس هتبقى بتساوي 25. اتفقنا هنا برضو المفروض نعمل ابديت للرقم ده يبقى 25 وده 88. بعد التمب هيبقى ده 25، التمب هنا انا مليت التمب بالاكس، يبقى ده الاكس لسه فيها 25، الواي فيها 88، الاكس طبعا هنا اقدر احط شرطه كده ان انا مش عارف القيم اللي فيهم، لكن دلوقتي بقيت عارف. بعد السطر الرابع الاكس هتابديت هيبقى فيها 88، الواي هتن فيها 88 زي ما هي، التمب هيبقى فيها 25. بعد السطر الخامس الاكس ما حصل لهاش حاجة، الواي هيتعمل لها ابديت، التمب هيتن فيها 25. بعد كده هنعمل اوتبوت للاكس وبعدين اوتبوت للواي، الاثنين حصل لهم سوابنج وتبدلوا مكان بعض. دي فكرة التريسنج، ومهمة جدا جدا جدا، لان احيانا لما الالجوريزم يبقى صعب شوية ما بيبقاش عارف هي الغلطة فين.